تستخدم رفستها الخلفية القوية ضد أصدقائها وأعدائها على حد سواء. يستطيع كل من الأسود وحمير الزرد بلغ سرعة 56 كيلومترا في الساعة، ولكن حمار الزرد قادر على الركض لمدة أطول. تجمع اللبؤة ما بين القوة والسرعة، لكنها تفتقر إلى قوة التحمل. يمكنها أن تركض بأقصى سرعتها لمسافة 90 مترا فقط، لذا فهي بحاجة إلى الاقتراب ومباغتة طرائدها. طبقت اللبؤة إمساكة الخنق، لكن وزن حمار الزرد الذكر يبلغ ضعفي وزنها. أضاف الدعم الذي بعثته الزمرة قوة على هذا العراك. على بعض الأحداث أن تطور مهارتها. كل صيدة تقدم لها درسا مهما. لا تقسم أي حصص عند التهام جيفة الحيوان، فعلى كل أسد القتال لينال حصته. قد تكون المنافسة